النهارده هقول لكم سبب ان وشكم ليه بيخس بسرعه وانتوا بتلعبوا رياضه. طبعا دي خدتها بعد فتره طويله من الخبره والممارسه في الموضوع ده، وكمان كل اللي حواليا بيلعبوا رياضه كمان خدت منهم معلومات، وانا كمان قعدت اقرا عن الموضوع ده عشان افهم ليه الوش بيخس. البنات لما بتيجي تخش الجيم عايزه تكبر منطقه معينه تلعب جامد كتير كتير كتير، المنطقه دي زي منطقه الارداف مثلا، فبتروح تلعب فيها جامد، تعمل اكتر من 5 6 مجموعات لغايه ما رجليها توجعها قوي، زي ما بيقولوا رجليها مش قادره تمشي عليها. ده غلط جدا، لكل منطقه في الجسم لازم عدد مجموعات معين للتضخيم. يعني البيج رامي لما بيروح يلعب، انا مش بقول لكم عشان تبقوا زي البيج رامي والجو ده، بس انا بقول لكم مثلا لو انت عايزه تكبري عضله، البيج رامي بيعمل ايه؟ بيروح يلعب 2 3 بيشيل اوزان بشكل معين عشان يلعب، ده ما بيلعبش 50 3000 مرة الدراع، مفيش جو ده، بيروح الجيم بيلعب حاجة بسيطة، الباقي بيخليه ايه زي مشي او كارديو بسيط جدا جدا جدا. انت مثلا عايزة تخسي حاجة بسيطة، عايزة تخسي كتير يا ستي، بلاش تضغطي على نفسك، قسمي التمرين وبجد هتلاقي نتيجة في الاخر. يعني انا صاحبتي وشها خس جدا جدا فوق ما انتم متخيلين، جامد جدا، وفي نفس الوقت جسمها مش زي ما هي عايزة، هي بتحرق حرقة عضلات من كتر ما هي بتلعب عدات كتير قوي، حرقت عضلات. فانت لما تروحي تلعبي رياضه العبي مع حد مدرب كده، انا عايزه كذا كذا كذا، وما يشدش عليكي، انت خليكي كمان ذكيه. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، ما تنسوش اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي فيديو جديد. انا مين؟ انا ياسمين، واستنيكم في الفيديو الجاي. باي باي.